السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ وحدة جديدة اللي هي الوحدة الثانية من كتاب جيم 2024، صفحة رقم 53. صفحة رقم كام؟ 53، اللي هو الدرس الأول والثاني من الوحدة الثانية. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بالكلمات مع بعض. عندي أول حاجة هنبدأ ب عندي كلمة جرس، يعني bell، جرس الحياة اليومية daily life، بعيدا far away، صالة أو قاعة hall، مدير المدرسة head teacher، ولو مديرة ممكن أقول عليها مثلا head mistress. تمام. طيب عندي بعد كده مكتبة للقراءة library، ملعب بلاي جراوند، جدول الحصص تايم تيبل، معتاد او مثالي تيبيكال، عطلة نهاية الاسبوع اللي هي ويكند، اسمها ايه؟ ويكند. عندي بعد كده المواد الدراسية اللي هي سكول سبجكتس، عندي عربك التربية الفنية، ارت دراسة الحاسب اللي هو كمبيوتر ستاديز، الدراما اللي نقولها دراما. بعد كده عندي English اللي هو اللغة الإنجليزية، Home Economics الاقتصاد المنزلي، رياضيات Math التربية الموسيقية Music، الدين Religion، العلوم Science، والدراسات الاجتماعية بنقول عليها Social Studies. Social Studies وأحيانا بنقولها بالعربي الاجتماعيات، Social Studies اسمها إيه؟ Social Studies. تمام. بعد كده عندي أو ساعات بنقولها humanities كمان في المدارس الدولية، بنقولها humanities. مختلف يعني different، اسمها ايه؟ different. half past اللي هو نصف، quarter past وربع، quarter to الربع، road يعني طريق. وخد بالكم من كلمة road، وفي كلمة road ده يعني طريق اللي هي road، دي معناها طريق. جميل. طب لو قلت رود كده معناها وقح، يبقى دي اسمها رود اما دي اسمها رود؟ في فرق بين الاثنين، رود طريق انما رود يعني وقح، يبقى في فرق عشان بس ننطق صح. دي اسمها رود انما دي اسمها رود. طيب student يعني طالب، study طبعا يدرس او يذاكر، وtrip يعني ايه؟ رحلة. نيجي دلوقتي لبعض الكلمات، بيقول لي we read books in the school، بنقرا كتب in the school ايه؟ طبعا هنا هنقول in the school library، in the school ايه؟ library. هنا بيقول my favorite ايه؟ is science، يبقى my favorite طبعا subject. my favorite subject is science، يبقى مادتي المفضلة هي الايه؟ science العلوم. هننقل على بيج نمبر 54. طيب في بيج نمبر 54 في عندي بعض حاجة اسمها language expressions، يعني تعبيرات لغوية. طيب في time expressions أو language expressions، do homework يعني يؤدي الواجب المنزلي، do homework يصل إلى البيت، get home يعيش في من؟ في مدينة نيروبي اسمها live in نيروبي، live in نيروبي. have a lesson يعني لديه حصة، have breakfast يعني يتناول الإفطار، take a long time يعني يستغرق وقتا طويلا. بعد كده عندي prepositions، عندي add break اللي هي في الفصحى، يصل إلى get to، it's time for حان الوقت لي، ways of طرق لي. عندي المثال الأول هنا بيقول لي I play with my friends، I play with my friends، طبعا بتاخد add break حرف الجر add break في الفصحى. I my homework طبعا بتاخد الفعل do، I do my homework in the evening. I my breakfast with my friends at school. طبعا I have my breakfast. تحتيها عندي بقى conjugation
of irregular verbs تصريفات بعض الأفعال غير المنتظمة عندي choose chose chosen get up تبقى got up got up يبقى get got got hear heard heard hear heard heard mean meant meant يبقى mean يعني يعني mean meant meant drink تبقى rang wrong have had had طيب نيجي الwords والopposites الكلمات وعكسها عندي مثلا كلمة different بتساوي sorry عكسها the same different the same far away عكسها near وstart عكسها finish يبدأ ينهي في عندي begin كمان على فكرة start بتساوي begin وعكسها ايه finish typical معتاد او نموذجي او مثالي فيقول لك typical day يبقى يومي المعتاد غير معتاد تبقى unusual اسمها ايه unusual كده ننقل على page number 55 وفي page number 55 انا عندي clock الساعة فوق كده بيقول لي هنا ايه ways to tell the time دي طرق نقدر نقول بيها الوقت طيب عندي لما تبقى الساعة بالضبط 12 هنقول it's 12 o'clock it's 12 o'clock طيب عايز اقول الساعة 12 و5 يبقى it's 5 past 12 عايز اقول الساعة 12 و10 يبقى it's 10 past 12 عايز اقول الساعة 12 وربع يبقى it's a quarter past 12 عايز اقول الساعة 12 و20 دقيقة يبقى it's 20 past 12 عايز اقول 25 دقيقة تبقى it's 25 past 12 عايز اقول ونص يبقى it's half past 12 وخمسة مثلا و35 دقيقة نبدأ ننقص بقى هنا it's 25 to 1 يعني ايه بقى يعني الساعة أول ما وصلت هنا كانت ونص بعد كده هنبدأ نقول بقى الساعة اللي بعديها كانت 12 لأ فهنقول فاضل 25 دقيقة وتبقى الساعة واحدة يبقى it's 25 to 1 الساعة واحدة إلا تلت يبقى it's 20 to 1 الساعة واحدة إلا ربع it's a quarter to 1 الساعة واحدة إلا 10 it's 10 to 1 الساعة واحدة إلا 5 it's 5 to 1 الساعة 12 بالظبط يبقى it's 12 o'clock يعني من الآخر كده طبعا هي في كذا طريقة بنقول بها الساعة عشان بس ممكن حد تاني يشرحها بطريقة تانية بس هي الساعة ليها كذا طريقة بنقول بها الطريقة دي يعني سهلة قوي هو ما قسمها لك كل ده بيبقى باست وكل ده بيبقى تو يعني انت لو بتقول 12 و5 12 و10 12 وربع 12 وتلت 12 25 دقيقة 12 ونص كده بعد 12 ونص لما توصل عند 7 مش هيقول 12 بقى هيبدأ يقول إلا يبقى دي past معناها و إنما دي هيقول إلا يعني أنا قلت 12 و5 12 و10 12 وربع 12 وتلت 12 و25 دقيقة 12 ونص هنا مش هنقول بقى وي هنقول إلا طب 12 إلا لا بقى اللي بعديها بقى ما هي ما هنقول يعني واحدة إلا يبقى نقول واحدة إلا 25 دقيقة واحدة إلا تلت واحدة إلا ربع واحدة إلا 10 واحدة إلا 5 بالظبط تبقى الساعة هنا تبقى مثلا إيه لما الساعة تيجي كده بالظبط على الوقت تبقى واحدة يبقى إذن كل ده و كل ده إلا ده باست وده تو كلامي كده واضح طيب لو في أي حاجة في التعليق برضو قولوا لي عليها وإن شاء الله هيتهالكوا تاني بإذن الله في درس منفصل لو حبيتم طيب عندي هنا computer studies اللي هي دراسة الكمبيوتر home economics الاقتصاد المنزلي social studies الدراسات الاجتماعية physics الفيزياء المواد الدراسية دي بتعامل معاملة المفرد يعني اوعى تفكر عشان انا بقول لك studies واقول لك economics واقول لك studies واقول لك physics هقول لك هي دي مادة فهي مفرد يعني تقول social studies is my favorite subject ما ينفعش تقول ار بالرغم ان دي شوف يقول جامعه اهو بس لا هي ماده في الاخر هي ماده home economics الاقتصاد المنزلي starts
يعني بعمله ان هو مفرد starts at 10:30 on Sunday، يبقى اذا بعمله المواد الدراسية اللي بتكون اخرها اس هي مش جمع، انا بعملها معاملة المفرد عادي جدا. تمام كده. نيجي للملحوظة التانية، درايف يعني درايف شخص بمعنى يوصله. My father always drives me to school، يبقى drives me يعني بيوصلني الى الايه؟ المدرسة. بعد كده عندي first كلمة، عندي بعض الكلمات كده زي first اولا، then ثم، second يعني الثاني، next معناها التالي او بعد ذلك. يعني لما اقول لك first I visited my grandmother، فانا اولا انا زرت جدتي، then ثم I met my friends in the club، قابلت اصحابي فين؟ في النادي. يبقى اولا وبعدين عندي then ثم وهكذا. هنا جايب لي بيقول لي choose the correct answer from A B C or D. physics my favorite subject، physics لو انا اتعمل مفرد يبقى physics is، physics is my favorite subject. my mom has a meeting at، يبقى بنقولها مش have ولا have ولا quarter، تبقى at half past nine، يبقى half past nine يعني تسعة ونص، تسعة ونصف. next Sunday لأن past معناها و، تسعة ونصف. to get the opposite of usual، عكس usual، طبعا احنا عارفين usual عكسها و as a suffix تبقى unusual، اللي هو suffix un، تبقى نقولها كده unusual. تمام كده. كده خلصنا page number 55. هنكمل الصفحة الأخيرة اللي هي 56. طيب page number 56 بدأ لي بالvocabulary كده فوق. طيب في ايه في الvocabulary builder؟ هنا جايب لي بعض الdefinitions كده. bell اللي هو الجرس، it rings when Allison starts and finish، يعني برن لما الجرس بيبدأ وينهي. hall يعني قاعة أو صالة، it's a big room for a lot of students، يعني أوضة كبيرة للطلاب. and teachers الهول اللي هي القاعة. library مكتبة، you can find a lot of books here، بتلاقي فيها كتب كتيرة. طبعا برو، لكن لو قلت لك book shop لا ده محل بيبيع كتب. playground اللي هو الملعب، it's in a school you play games here، بتلعب فيه. طبعا عندي بعد كده كلمة start synonyms، بقى start بتساوي begin، بس دي الكلمة بنستخدمها في السياقات الرسمية، مؤتمر مع حد أكبر مني، في سياق رسمي، في الكتابة الأكاديمية الأفضل نكتب begin ما نكتبش start وهكذا. typical يعني نموذجي أو مثالي عكسها usual حاجة معتادة. طيب عندي بعد كده بعض suffixes، عندي مثلا كلمة differ بمعنى يختلف. طب لو قلت different يبقى انا حولتها من فعل لصفة، different يعني مختلف. teach يعلم، طب لو حطيت لها er اللي هو suffix er تبقى teacher، تبقى معلم او مدرس. عندي كلمة usual عايز اجيب العكس منها احط prefix un، تبقى unusual. طيب فاضل لي similar spelling و different meaning، يعني كلمات كتابتها متشابهة والمعنى مختلف، يعني bell و bell يبقى similar spelling different meaning. similar spelling يعني spelling قريب من بعض، bell و bell. طبعا ده جرس ودي فاتورة. hall و hell، hall يعني قاعة أو صالة، إنما hell يعني تل. past اللي هي معناها و، وفي عندي زي tooth paste دي اسمها paste اللي هو المعجون، tooth paste اللي هو معجون الايه؟ الاسنان، وعلي tooth paste. طيب هنقفوا عند page number 56. اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده، وما ننساش سبسكرايب، ولو في اي سؤال انا تحت امركم. see you ان شاء الله في الدرس القادم، الى اللقاء.